اهلا وسهلا بيكم جيمرز يوتيوبرز و everybody in between. انا علي السيد وهيلين جسر جبت لكم جديده everybody in between. لانه عصر الجديد عم بغير علي. احنا النهارده جايبين لهم ايه؟ باتل بلوك ثياتر. اوكي. هيدي اللعبه خوتها شوي بس بتسلي كثير. هي عباره عن بلاتفورمر واكشلي بلا ما نحكي عنها كثير خلينا نلعب. بالضبط. علي شكله بيشبه كاسل كراشرز اللي عنده ابيض على وجهه وانا الدويره صفرة. ليه صفرة؟ ليه صفرة؟ وحنحاول أنا وعلي نلعب مع بعض. أيوة. لأنه عادة تعرفوا يعني في خبيط بالدق. بالضبط. شايف نحن بنتسابق. واو. كيف لقيت لهي؟ بالغلط. أوكي. فنحن لازم هلأ نجمع مجوهرات خضر. أيوة. لنقدر نخلص المرحلة. وعلي إذا أنت بدك تضلك واقف على راسي. موتو نا. Thank God that was quick. ولد اوعى هخليك هونيك انا حضرني عم كفي. خلاص عمي خلاص بقى امشي. اوكي مش حاجه فوق. انا على فكره ماشي بلك بس عايزتك شوي هلا. عليك لك كفي بلا كفي لفوق كفي لفوق كفيت لفوق بلا ما تموت بس تبي قلت لك بلا ما تموت يلا اوكي علي باي صدق وجرب اوكي بدك تعال هون ليش قلت لك لازم نلعب مع بعض علي مع بعض باي لان اوكي بس حوقف هون شو حتعمل تمام هيك طب يلا امشي اوكي تبي شو حنعمل باي لا مش تروح من هونيك راحت انا هلا من هونيك تعال صرت علي شكرا اهلا اوكي جيب لي اياها تبي اياها اي نيد يو لحظة نيفر مايند اوكي يلا روح ما بعرف شو عم بتقلنا هلا اوكي مين صرها لنا المجوهرات اوكي تبي بس ما توقف بال ما توقف في الاكزيت بس هو حضرته لازم يتضرب بس هو ثينك اوكي ايه روح لما اوكي فضل كم واحد تخيل في فوق وبعدين في عنا هيدي الطابه لا جبتها في الاول كانت موجوده اوكي هير وي جو بس خلاص ياه ما هذه اول مرحله تترتت عدت من غير اي مشاكل تقريبا يعني تقريبا في كان شويه مشاكل بس ما حنحكي عنهم طبعا اذا انتم بتتفرجوا على الفيديو ده احنا النهارده مسجلين يوم الاثنين اللي هو اخر يوم في الخصومات بتاعت ستيم وتقدروا تلاقوا اللعبه دي ب 11 درهم 11 درهم ولعبة كتير حلوة على فكرة بالضبط فمثل ما كنتم شايفين علي ما بيعرف كيف يضلوا عايش أنا ما عم بعرف نوت حلو لك من غير ما أموت لك فشة لتحت ما أنا لازم أجرها بس مش عايز تتجر بس باي باي جبتها باي علي يا الله مش هكفي انا بلا كيلن اللي بحصل تبي بس بعدين حتضلك يب استني بدك تنزل من تحت شو عم تعمل بدك تنزل من تحت طب ازاي بتنط عليهم لهدول ال ايه اوكي برافو حبيب قلبي اوكي بالله شو رجعي ده طب انت عم تلعب بهذا الشيء طب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي مش فاهم بدك اوكي لك كفي لقدام من غير ما تموتي بس ايه رايك بدك تنزل لعندي انت لازم تنزلي لك علي بدك تحط لي الجسر اذا بتريد اوكي لحظه وبعدين ايه اوكي
شفت لما نساعد بعض شو بيصير؟ احنا عم نحكي عن المساعده والتيم ورك والتعاون وكل شيء. بطيخ 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 انت حرت. فين احنا؟ لحظه بس بعد فيه غيره. باي. اوكي في غيره فين؟ تحت ولا هنا؟ تخيل هنا. تخيل تحت. هي فوق شفتها؟ طلع لها ازاي دي؟ لحظه كانه خليك واقف عليا لهي. بجد لا يا شيخة. اوكي وات. اوكي اوكي بلا بلا خليك بس واقف فوق وبرجع انا بروح من تاني ميل. اوكي خليك واقف ليه اذا بتشيل ما عم بت... اوكي لا بس اطلعي الاول اي ثينك نو ايوه اوكي ماشي الحال. تترتت حل حل حل. طبعا اللعبه دي تقدروا تلعبوها يا اما انه تخونوا بعض بالعادات زي ما هي بنعمل مثل ما بالضبط او تتعاونوا مع بعض وهي المفروض تلعب يعني بشكل تعاوني بس انه طبعا ناسنا واحده ناسنا واحده يب مرت الجاي بنجيبها فكثير بحب هاللعبه شو حبيت انتحر لا الا ما يكون في شيء وسيله اذكى من هيك انا بحب العوم علمني العوم والنبي يبني في عالم بيقولوا لي لا انه علي منيح ما بعرف شو اوكي I was trying to do طب على فكره تعال هون في كبك لفوق لتجيب ال صح اوكي من هون من هون من هون يعني ما بخبرك شو بيقولوا friend in need اذا friend indeed ابدا indeed انسى indeed سوقعت على الحالتين اوه خرجك بس هيك اوكي خلص بس لا في اكيد حاجه لا خلينا انا وياك بس جرني 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 يلا باي يلا ولا ما بتزبط معي طب ليك في كذا محل فينا نطلع من هون اطلع انت كفي بدي اساعدك لت هيدا لايل طيب فاين مع انه ما بدي بس شفتي كارما مين كارما يلا عن كارما اوكي يلا اوكي ايه لما يكون في هذا مش انه تنطر خمس ثواني يعني لا شو بعمل فيك ولا حاجه لعبة بعقل دور دور اوكي هلا مش الحال يا هذا كافين انا فين جاك لا ارجعي انا ما بدي استفل لا لا بجد اشكرك بجد لك بدلنا هلا على فكره حاجه انتحر ما هو الانتحار افضل حل في الموضوع ده بصراحه انت تعمل فيه اوكي دونت جو بس انيد لا ويت لحظه كيفك تطلع لهي انا بدك كفي نطلع فوق سمع طب ليه هناك؟ ما بعرف متت اقول لك باي وين انا اصلا؟ لك بعدني هنيك يس اي جات طيب كفي تقدريش من غيري انا انا فين اصلا؟ انا متت حانتحر رجل عندك لا ما تموتش ليه؟ ايه ده؟ ايه بياخدوك هيك من اخر الدنيا خد لك لا اوكي
ثانك يو. لا طب تعال ثانيه 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 او من الناحيه الثانيه او في الناحيه الثانيه. ايوه سقيهم بقى من غير ما نموت. ايوه من غير ما نموت. ولا 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 خلصنا. anyways فين البتاع؟ فوق بس ما تنط على راسي. يس طيب عصبني. طيب وزي ما شفتوا دي كانت باتل بلوك ثيتر على البي سي. هي مش لعبه جديده على فكره، هي لعبه قديمه موجوده بس حبينا كده. بس هلا في عندها خصومات على ستيم لليوم بينتهوا فممكن تلحقوها عليكم. تقدروا تلحقوها. جربوها اللعبه زي ما انتم شايفين مسليه جدا. طبعا اول ما تلعبوا بالظبط اول ما تلعبوا بتنصحكم ان انتم تجربوا تلعبوا بالكنترولر لانه فعلا مش سهله. اوكي جربوها وقولوا لنا ايه رايكم فيها، وقولوا لنا كمان اذا انتم حابين تشوفوا ان احنا بنلعب لعبه معينه زي الالعاب دي مثلا. وده كان كل حاجه عندنا النهارده، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالفيديو. للمزيد عن فيديوهات العاب او مراجعات او اخبار او حاجات تانيه كتير انتم موجودين في مكان مناسب. اي جي ان الشرق الاوسط.